والمتابعات. مخيم أكاديمية كنوز للتربية القيادية النوعي الافتراضي المجاني، نوعي وافتراضي ومجاني. هناك محاضرات تفاعلية ونشاطات وإبداعية أيضا ومسابقات تستهدف فئة معينة من الأطفال. دعونا نتعرف أكثر على هذا الموضوع. معنا الآن على صوتا وصورة، صوتا نعم. وصورة، المهندس إحسان العزيز، مؤسس ومدير أكاديمية كنوز للتربية والقيادة، التربية القيادية. حياك الله باشمهندس. حياكم الله أستاذ بلال، شكرا. الله يعطيكم العافية ويبارك فيكم. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. حياكم الله. يعني باشمهندس، هذه الكلمات حقيقة الجاذبة الرائعة للمخيم، يعني تحثنا بالفعل وتيك تدخل مشاعر. ما الذي يحدث؟ ماذا هذا المخيم الافتراضي النوعي لو نتكلم عنه بشكل افضل واكثر؟ تمام ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد رسول الله. حياكم الله جميعا ولكل متابعيكم ومشاهديكم. حياك الله، اهلا وسهلا فيك. سعيد مره ثانيه ان اكون ضيف على مسك، وهي يعني مشكوره استضافتني كثيرا للحديث عن حياك الله دائما. شعورا منهم باهميه هذا الموضوع، شكرا جزيلا لك. بالنسبه للمخيم الافتراضي، هو ياتي يعني تجسيد لخطط واهداف اكاديميه كنوز للتربيه القياديه. نحن في الاكاديميه نسعى الى غرس القيم لاعداد جيل متربي ومؤثر يساهم في نهضة الأمة ويخدم مجتمعاته وبلاده التي يعيش فيها. هذا الجيل الذي نريد منه أن يساهم في نهضة الأمة وأن يعمل على خدمة بلاده ومجتمعاته يحتاج إلى كثير من الجهد ويحتاج إلى كثير من التركيز في موضوع التربية، وليس تربية تقليدية، وإنما تربية قيادية تلامس احتياجات هذا الجيل وتقدم اليه طريقه تجذب اهتماماته، لان الاخرين ايضا يعملون على هذه الفئه العمريه كبير جدا وبطريقه جاذبه. فاذا اردنا ان ننافس في هذا الميدان بكل هذا المخيم سيكون مخيم مركز لمده 3 ايام، يوم الجمعه والسبت والاحد بجلسات عده كثيرة لكل فئة عمرية. عندنا فئة نحن نسميها دراسة الحياة 15 عام، وعندنا فئة صناعة من 15 إلى 18 أو إلى 20. هذه فئة من هذه الفئتين في المخيم سيكون لها 16، لكننا سنركز على 3 مهارات ومهارات رئيسية. المحور الأول هو بناء نعم، والمحور الثاني هو التفكير الفعال، والمحور الثالث هو ترتيب الحياة. وبالتالي لكل مهارة ولكل محور من هذه المحاور سيغطى بست ورش. طيب أستاذ إحسان، بصراحة يسعد أوقاتك. أول شيء بالبداية حابين كمان نعرف بصراحة بشكل مفصل أكثر، حضرتك ذكرت الشرائح والفئات المستهدفة، لكن إذا كتار من الأشخاص اللي حابين يسجلوا بهذا المخيم، شو هي طريقة التسجيل حتكون، وكيف ممكن يتواصلوا معكم لحتى يبلشوا بالتسجيل؟ تماماً، بالنسبة للتسجيل موضوع سهل جدا. عندنا نموذج نشره عندنا فريق التسويق، يعبأ هذا النموذج في بيانات أساسية وفيه بعض الأسئلة لأن الأعداد المعقول نعم وصلت تقريبا 3 أضعاف العدد المطلوب لهذه البتاعة اللي أنا أتكلم فيها. فبالتالي وضعنا في داخل هذا النموذج بعض الأسئلة لقياس يعني مستوى التحليل، مستوى التفكير، مستوى المهارات القيادية، لأن هذا المخيم هو مخيم نوعي كما قلنا. جميل. يعني يحتاج إلى مشتركين يكونوا متميزين، لأننا نعمل على فئة تستطيع كما ذكرت يعني وقابلة للتطور حتى تساهم في نهضة الأمة وتحقق قيادة البلدان. فبالتالي وضعنا معايير في هذا الفورم، فيه أسئلة معينة، بناء على هذه الأسئلة ستكون هناك فلترة التي تصدد، وبالتالي سيلتقي فريق التسويق للتواصل مع النموذج، وبالتالي
نمضي في خطوات في البرنامج. خطوة سهلة تسجيل التسجيل أو إذا كانت هناك مؤسسات نعم عندها يكون جافح ميزة إضافية وقيمة. فتحنا أيضا باب التعاون مع الأسر يكون الترشيح عن طريقها بشكل مباشر وتكون لها ميزات تسويقية بإعلانها في اللوجو جميل ويظهر حتى نحن أيضا بأن المجال واسع وبالتالي لوحدنا فنحتاج مؤسسات الأخرى المهتمة بهذا الميدان الآن أن ننظر سويا ونعين في هذا الميدان. طيب باش مهندس مرة أخرى لتذكير السادة المتابعين، سيبدأ هذا المخيم يوم أي أيام بالضبط؟ يوم الجمعة بإذن الله تعالى سيكون الانطلاق الجمعة مساء، الجمعة القادمة يعني نتحدث عن هذا الأسبوع، الجمعة هذا جمعة وسبت وأحد، الجمعة القادمة 26 و27 و28 من هذا الشهر. هل سيتم التواصل جميل مع الناس الذين تم اختيارهم أم كل من سجل سيتم يعني مباشرة ممكن لهون يلتحق؟ طبعا لا، سيكون هناك تواصل لأنه كما ذكرت أستاذ بلال أن يعني بعد هذا النموذج ستكون عندنا فلترة وفلترة أخرى يعني يتواصل فيها. طبعا نحن عندنا يعني فرق متخصصة في كل فئة عمرية ورجال تدرس الامتحانات وتدرس الأسئلة، وبالتالي يكون يعني بعد ما تكون الفلترة الأولى يتواصل فريق التصوير مع المحبوبين وبعد ذلك نبادر إلى منصة أكاديمية الفلوس وذلك. أشكرك شكرا جزيلا مهندس إحسان العزيز مؤسس ومدير أكاديمية كنوز للتربية القيادية، كل التوفيق والنجاح بإذن الله سبحانه وتعالى والفائدة العظيمة لأبنائنا في هذا المخيم المتميز منه.